أولا نتمنى ونطلب من الشباب المشاركة بقوة وبعناية في الانتخابات الرئاسية إدلاء صوت بأصواتهم، ونتمنوا من الرئيس القادم إن شاء الله الالتفات إلى ولاية الجنوب، خاصة قطاع الأشغال العمومية للطرقات المتهرية، قطاع الفلاحة اللي نعولوا عليها كثير في النهوض، نهوض الفلاحة الصحراوية. كذلك نتمنى المحافظة على مكانة الجزائر بين الأمم. كذلك نتمنى يبقى الأمن والاستقرار في دولة الجزائر. بخصوص الانتخابات المقبلة إن شاء الله، نأمل من الرئيس المنتخب أن يشدد انتباهه من ناحية السكن الاجتماعي، الإعانات الاجتماعية والشغل والطرقات، وخاصة طرقات السيار من شمال جنوب. نتفائل خيرا بهذه الانتخابات الرئاسية، ونتمنى للرئيس القادم أن يهتم أولا بالفلاحة التي هي عصب حياة مجتمعنا ودولتنا، وخاصة أيضا يهتم بالطرقات، لأن يعني الطرقات هي شريان الحياة وهي الرئة التي يتغذى منها كل الوطن، ويزيد يتهلا أيضا في الشباب أيضا، لأن الشباب هو عمود الأمة، ويتهلا أيضا في التنمية. في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة، نتمنى من الرئيس القادم أنه يهتم بمجالات الفلاحة على مستوى الجنوب، ومجالات السكن، ومجالات الرياضة والشباب، ومجالات قطاع الأشغال العمومية خاصة في الجنوب.